اختتمت على ملاعب المدرسة الكروية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في ملعب الشعب الدولي بطولة وزارة الشباب والرياضة التي شهدت مشاركة واسعة واستمرت منافساتها لعدة أشهر، وجرت المباريات على 5 ملاعب في بغداد. أكثر من تقريبا شهر في 200 فريق بكل مديرية، وبالتالي ترشحوا فريقين. السنه كان السنه الوحيده كل سنه فريق واحد، ترشحوا فريقين وجرت المباراه تقريبا على 5 ملاعب في بغداد وفوق اسلوب التسقيط الفردي، وتم استبعاد بعض الفرق لعدم جاهزيتها تقريبا في كتب الايفاد الخاصه بها. المباراة النهائية جرت بين منتخبي الناصرية والسماوة، وتقدم فريق الناصرية بهدف في الشوط الأول دون مقابل. تقدم الشوط الأول إن شاء الله راح نعزز الشوط الثاني، وعندنا بدلاء جيدين وبطولة جيدة، فرق كلها وصلت للنهاية، يعني فرق ممتازة وتمثل هاي البطولة إن شاء الله. تأخرنا بالشوط الأول، راح نعوض بالشوط الثاني، وإن شاء الله بالشوط الثاني التوفيق من الله إن شاء الله نحقق نتيجة طيبة. نتمنى أن نعود بالشوط الثاني إلى مباراة إلى نتيجة المباراة الجيدة، نتمنى أن نعاد الفريق ونقول الهدف الثاني، وفريق همة وجايين ناخذ بطولة إن شاء الله. وبرغم محاولات منتخب السماوة من التعديل، إلا أن التسرع وقلة الخبرة حرمتهم من الوصول إلى شباك الناصرية، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بالمباراة وكأس البطولة بعد فرحة كبيرة من قبل اللاعبين والمدربين وإدارة الفريق لهذا الإنجاز. أحمد قاسم، الحرة، بغداد.